أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج مصر في 60 دقيقة. وحشتوني كالعادة من الأسبوع اللي فات، وحلقة النهاردة حلقة مختلفة ومميزة. حلقة النهاردة تكون على مدار الساعة مكونة من فقرتين. الفقرة الأولى هتكون استكمال الحلقة اللي فاتت والحلقة اللي قبل منها، حلقة الأسبوع اللي فات مشروع قرية الدالي النموذجية الفرافرة الوادي الجديد اللي هيكون معانا مشرفنا النهارده الأستاذ علي عطية موسى محمد الدالي، مدير شركة الدالي لاستصلاح الأراضي والتنمية الزراعية والتسويق الزراعي. والفقرة الثانية هيكون معانا فيها الأستاذ طه محمود، وهو الحقيقة موهبة عظيمة في كتابة الشعر وإلقاء الشعر. خلونا دلوقتي نرحب مع الأستاذ علي، هنتكلم معاه بالتفصيل عن مشروع قرية الدالي، وكمان هنتكلم عن الإيجابيات الخاصة بالمشروع اللي كانت هتعود على القرية نفسها وعلى بلدنا مصر العظيمة. أهلا بك يا أستاذ علي. أهلا بك يا فندم. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. مشرفنا على التوالي الحلقة الثالثة من برنامجنا. ربنا يبارك فيك يا فندم. مشرفنا. إحنا قبل كده اتكلمنا عن المشروع واتكلمنا عن الرأي والرأي الآخر، عايزين النهاردة نتكلم أكتر باستفاضة عن المشروع وعن الإيجابيات اللي بيقدمها المشروع. اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وعلى الله نتوكل أجمعين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبعا لما بنتكلم على المشروع بنتكلم في المشروع في إنجازات أو في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، لأنقذ البلاد من الغرق، أنقذ البلاد من فتنة أهلية، مش هنقول زي سوريا والعراق ولا اليمن، ولكن لو رحنا للحرب اللي حصلت في إفريقيا مات فيها مليون شخص، الحمد لله بقيادة رشيدة انتقل من المرحلة دي إلى مرحلة التنمية. بسم الله ما شاء الله. ما تروح المناطق الصحراوية تتفرجوا مشاريع السيد الرئيس سواء في العاصمة الإدارية سواء في العاصمة الإدارية، سواء في الدلتا الجديدة، سواء في محافظة الوادي الجديد، ودي اللي شجعنا إن احنا نعمل مشروع قرية الدالي واحد. أهلا وسهلا بك. أهلا بك. طيب نتكلم بقى على الإيجابيات بتاعت القرية. تمام. بالنسبه بس احنا طبعا النهارده معانا فيديوهات كتير. ماشي يا حبيبي، انا مش عاوز برضه تعرضي الفيديوهات واحنا نتكلم لحد بس لما الاعداد يحضر الفيديوهات. الفيديو الاول اللي هو الخاص بالانجازات بتاعه قريه الدالي. يعني نتكلم على مشروع قريه الدالي واحد، دي مش عاوزها قريه الدالي واحد بس، لا انا عاوز يبقى فيه يعني نموذج يحتذى به، يبقى فيه 100 قائم، مش شرط عالي ولا شرط شركه الدالي، الناس كلها. وحتى في الفيديوهات هنقول الكلام ده. الفيديوهات اللي انا بنزلها مش لسه عاملها النهارده، ده دي فيديوهات قديمه على مدار القناه اليوتيوب بتاعتك عشان الناس على مدار الايام او واحنا شغالين في المشروع. تمام. الكلام اللي احنا بنقوله ده موثق من ايام قديمه. المشروع دي قريه نموذجيه بالجهود الذاتيه. يعني بالجهود الذاتيه يعني احنا مش عاوزين خدمات من الدوله، بالعكس ده احنا كنا هنقوم بجميع الخدمات، المرافق. احنا بنتكلم ليه؟ لان مركز الفرافره اصلا لسه بادئ الانشاءات فيه في حياه كريمه، بقى له سنه او سنتين ما كانش فيه مرافق خالص، حتى لغايه الان لسه لم يرتبط بشبكه الكهرباء. احنا بالعكس ده احنا كنا المشروع ده خدمي، لانه احنا عاملينه في وسط الصحراء، بيخدم اللي جاي من طريق شرق العوينات، اللي جاي من الواحات البحريه والفرافره، فما بيدخلش المدن. احنا عملنا محطه لوجستيه للنقل السريع او اي حد. حتى احنا عملنا في رمضان الحمد لله اللي فات او قبله عملنا مائده الرحمن، والحمد لله كان عليها اقبال جيد. طبعا وكنا عملنا مظله للناس السريع فيها وانارنا الطريق. بالعكس احنا عاوزين نعمر اكبر قدر من منطقه صحراويه ما كانش فيها حتى اي شيء، عمرناها بنعمل فيها مثلا لمده من 2 ل 3 كيلو اناره بالطاقه الشمسيه، الطاقه المتجدده، يعني نموذجيه تجى بالطاقه. ان شاء الله نتكلم وهنفصل بالفيديوهات طبعا عن التفاصيل. قبل الهوا كنت حضرتك بتقول لي كنت ناوي اعمل حاجات مجانيه، وممكن نوضحها برده للساده المشاهدين. بالنسبه للحاجات المجانيه احنا كنا عاملين 150 قطعة سكنية مجانية للعمالة غير المنتظمة. طيب. وقلت لك اللي كنا عامل التقسيم ابو فدانون نص نديله 200 متر، ابو 5 نديله 400، ابو 10 نديله 800، ابو 20 جدته وجهه مقابل ان انا اقسم منه النص اوزعه على اللي هي العمالة غير المستقرة زي الفلاحين، زي النجارين، زي اي او سواجين او اي اسر مش لاقي معيشة تقدر تيجي تشتغل في المعيشة، ولكن بوفر لها السكن تيجي تعيش، بحيث
ان انت كان لك 5 فدادين او 10 فدادين، عاوز عماله، عاوز اي حاجه، خبط على بيته تلاقي العماله عندك موجوده، وانا بوفر لها سكن. وحتى نشدت مكتب العمل، الكلام ده موثق بفيديو لمكتب العمل الاستاذ مجدي، رحت له يا فندم اي عماله او اي اسره فقيره عاوزه اهلا وسهلا مجانا، اهلا وسهلا بيه. دي بالنسبه في دراسه الجدوى للمشروع، في 10% في اخر المشروع ان هي تعمل حوالي 600 فدان او كلام من ده، بحيث لو ربنا قدرنا يعني في المشروع وكده، لو في حتى او حاجه ربح من المكسب او كلام من ده، نقدر ندي الاسر الفقيره، نوزعها على الاسر الفقيره حوالي يعمل 600 فدان، نوزع على كل اسره 5 فدادين ببيتهم مجانا. كنا ناويين على كده. ده حاجه. الحاجه الثانيه كغرض استصلاح للاراضي او للصحراء، يا فندم من حق الاسر الفقيره تعيش جنب الاسر اللي قادره اللي ميسوره. طيب يعني هو قبل ما نتكلم في ده، دلوقتي الفيديو بتاع الانجازات بقى موجود اللي هو الخاص بقريه الدلي، نطلع نشوفه ونرجع لحضرتك تاني. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا من على الطبيعه من ارض الواقع، من اهم انجازات محافظه الوادي الجديد في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبرعايه السيد اللواء اركان حرب عالي الوزير محافظ الوادي الجديد محمد الزملوط، من مشروع قرية الدلي واحد النموذجية الخدمية من على أرض الواقع. بنشرح لكم ونفصل لكم زي ما أنتم شايفين في الخلفية ورايا. طبعا بدأنا بألف فدان أو أكثر، ولكن عملنا نسبة 150%، ولكن اضطرابات الأسعار أو ارتفاع الأسعار والكلام من ده قلنا لا، ننجز مرحلة نخلصها نسبة 100%، والحمد لله نجحنا بتوفيق من الله. الحمد لله نجحنا، دجنا البير بير أعماق. طبعا احنا ما بنعترفش بالبير اللي هو السطحي. عملنا ركبنا شبكة طاقة شمسية من أجل حياة نظيفة 125 كيلو، بسم الله ما شاء الله. طبعا طلعنا المية وروينا وزرعنا وخضرنا زي ما انتم شايفين ورايا في الصورة. دي عملنا سلمنا المرحلة الأولى بنجاح باهر الحمد لله، وتمت. شدينا شبكة خطوط موسير الخط الرئيسي حوالي أكثر من 5000 متر بمحابسهم. صلحنا الأرض ليزر، مدينا السكك، خلصنا الحمد لله. والمرحله الثانيه شغالين فيها، الارض بتاعتها متصلحه برضو جاهزه بنسبه 75%، البريمه والحفاره تيجي فعاله واقفه على البير الحمد لله. يعني ان شاء الله ما فيش في فتره وجيزه ان شاء الله نخلص المرحله الثانيه والحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا من على الطبيعه من ارض الواقع، من اهم انجازات بعد ما شفنا الانجازات بتاعت القريه، فعايزين حضرتك تعلق عليها. طبعا في عهد السيد الرئيس يعني هذا في عهد السيد الرئيس، ولا لازم ندي كل واحد حق من نغص الناس حقوقها. يعني في عهد السيد الرئيس فعلا في تنميه، بنتكلم عن التنميه، بنتكلم عن المشروع دي ان يخدم الاسر الفقيره. طبعا. او الاسر المغتربه. فمشروع المفروض يبان له النور. احنا بالنسبه لل المساعدات او كلام من ده، او حد او بروحة البنك المصري الزراعي قرائة او اي جهه تجاريه، لان بالعكس الكل احنا واقفين بجهودنا الذاتيه فقط لا غير. ما فيش حد راعي او يساعدني، قنوات مثلا تساعدني، احنا ما بنطلبش منكم حاجه، احنا ما بنطلبش من الدوله حاجه. بالعكس انا عامل بالنسبه للخدمات، يعني الناس اللي بتبني في الشركات الثانيه واللي بيبني كل بيته في اي بينه وبين الثاني كيلو كلام من ده، احنا قلنا نعمل مجمع سكاني محترم، نعمل مدارس، نعمل بناء حاجات خدميه نعمل طاقه شمسيه للناس. يعني انا متخصص في الاول التقسيم. طيب. بتاع القريه قبل ما نشوف التقسيم نطلع نشوف الفيديو اللي هو الخاص بالمهندسين والمعدات اللي شغالين فيه. انا كنت عاوز اتكلم ماشي يا فندم، كنت عاوز اتكلم على تقسيم القريه. تقسيم هندسي. عاملين 5000 عاملين 5 فدادين للطاقه الشمسيه، الطاقه المتجدده. عامل يعني بحيث ان احنا مثلا في 50 بيت بنوا نقدر نعملهم، يعني مثلا نعمل محطه مقدارها 2 ميجا، نعمل 50 بيت بنوا نقدر نعمل لهم محطه. يعني كل مساحه معينه من الارض عليها الخدمات اللي بتخدم عليها علشان طبعًا الناس. بالنسبه لنا كشركه. طيب. او كشركه كمشروع كنت حطوا في الحسبان ان احنا مش عاوزين خدمات من الدوله. بالعكس ده احنا عاوزين بننشط الدور للدوله.
الطاقه الشمسيه، وعملت نموذج اللي هي الاستراحات شغاله 24 ساعه طاقه شمسيه وبطاريات بالليل. يعني انا عملت عشان اوري الناس ازاي تيجي يقعد يلاقي التلفزيون شغال، الدنيا شغاله، يشرب يبقى مطعم مؤهله للمعيشه. وريتهم ازاي ان احنا نقدر بدل ما الناس بتروح مثلا بيروح يبني على راس ارضه زي الشركات الثانيه وكلام من دي، بيروح يصرف له 100,000 طاقه شمسيه. لا احنا كنا نعمل طاقه شمسيه مش هيكلفه 20,000، وغير كده كنا عاوزين زي البنك المصري الزراعي يجرى للمشروع يدونا قروض. احنا بقول لك احنا علي الدال او شركه الدال ما بقولش انا لحد ادينا جنيه، احنا عاوزين جنيه، تعالوا نفذ على ارض الواقع واحنا موجودين. نقول لك اعمل كذا، ادينا عاوزين طاقه شمسيه ماشي، عاوزين حفر ابار ماشي، طاقه شمسيه ما راكب 125 كيلو البيت مش هيقعد له 20,000، وال 20,000 مثلا نقول تقسيط ل 100 سنه يعني هيطلع ملايين. في تسهيلات رهيبه. طبعا لو الناس لو جهات تصلح والناس كلها تستفيد، لو جهات رسميه واخده بالك. ولذلك انا بناشد سيادة الرئيس وبطالب، انا بطالب مقابلة السيد الرئيس على الهواء مباشرة، واقول يا سيادة الرئيس ده نطلع. انت يا فندم لحظة، طيب انت نطلع يا نشوف فندم الفيديو، نطلع نشوف الفيديو بتاع المهندسين ونرجع تاني. انت يا فندم قلت اللي اي حد صاحب فكرة جديدة او كلام من ده احنا بنسجف له، احنا انا يا فندم صاحب فكرة جديدة ومشروع عاوز يتنفذ، بلاش شركة اي حد يجي ينفذه على ارض الواقع ان شاء الله تكون 100 قرية نموذجية. تمام نشوف الفيديو. طب بسم الله الرحمن الرحيم، بنصر من الله وفتح قريب، الحمد لله، بسم الله ما شاء الله، اللهم انصرنا يا رب. حاجه جميله خالص، احنا بدانا ننزل المواسير اهوت، بسم الله ما شاء الله. طبعا من اعلى مستوى بالنسبه للشركه، اكبر شركه في جمهوريه مصر العربيه، شركه لها سمعتها، لها اصولها، لها حتى خبراتها في الفنيين، بسم الله ما شاء الله، حتى المهندسين خبره. يعني مش هتكلم على الخبره بتاعتها يعني مش، ولكن بسم الله ما شاء الله من اكبر شركات جمهوريه مصر العربيه. بسم الله ما شاء الله بنبدا ننزل المواسير اهوت، بسم الله ما شاء الله، والبدايه معانا، ربنا يجعلها فتحه خير علينا. وبنشكر جميع مساهمين ومشتركين قناه الدالي او قريه، مشروع قريه الدالي النموذجيه الخدميه، ارض الخير ارض الاحلام، بمنطقه ابو نجار الفرافر الوادي الجديد. اهلا وسهلا بكم، بسم الله ما شاء الله. ونتكلم مع المهندس التنفيذي. تفضل عرب بنفسك يا فندم. مهندس احمد خالد من شركه عربيه. اهلا وسهلا يا فندم، اهلا وسهلا بيك. بامر الله تعالى مدير ميه مع مساحه اكثر من 750 متر بامر الله. تمام يا فندم. 800 احنا 800 او تفضل خليك معانا يا فندم. بننزل كيسنج ال 14 دلوقتي. بسم الله ما شاء الله. الاسمنت ان شاء الله تعالى. طب ايه رايك بالنسبه للجو والمنطقه والميه بتاعت البير وخبرتكم بالنسبه لخبرتكم يعني؟ ان شاء الله تبقى الميه هنا زي الفل ان شاء الله. طب خبرتك بالنسبه للميه، الناس طمن، الناس طمن المساهمين والمشاركين معانا. بامر الله تعالى. ربنا يبارك فيك يا باشمهندس. طبعا الشباب الكادح والناس اللي بتشتغل في قلب، مش هنقول صحراء، ان شاء الله تبقى خضراء، توجه رساله للشباب واللي قاعد في 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 المناطق الثانيه، تقول له ايه يا باشمهندس؟ ربنا يجعلها فتحه خير ان شاء الله لكل اللي يجي هنا. سواء لا الناس بتكلم عن الناس يعني، اتفرجوا على الناس الشجيان الكدحاني اللي بتشتغل، مش اللي قاعده ومش عاوز تتكلم مع وكده. انا بتكلم على الشباب الكادح، تقول له ايه يا باشمهندس؟ هو سجل له رساله، تقول له ايه؟ عشان انت الشباب طبعا. طبعا كل حاجه بتتحقق يعني ان شاء الله. تمام، يعني احلامهم ان شاء الله تعالى المكان ده. تمام، رجعنا تاني يا استاذ علي بعد ما شفنا الفيديو اللي هو الخاص بالمهندسين اللي شغالين على البريمه زي ما حضرتك قلت. تحب تعلق على الفيديو ده بايه؟ بعرضه للناس اللي بتشكك في المشروع او تقول لك ده مش عارف ايه ده، احنا احنا مش بتوع خبطات، انا جايب اكبر شركه على مستوى الجمهوريه والمهندس بالزبط. بنفسه اتكلم وشاب زي اي شاب. هو اللي كان موجود في الفيديو ده مهندس صح كده؟ طبعا المهندس المشرف على البريمه دي، بريمه مش. طيب في فيديو برضو الاعداد لو يحضروا الفيديو الخاص بالميه عشان برضو حضرتك نشوفه ونشوف تعليق حضرتك عليه ونعلق على الناس اللي هي بتشكك في المشروع زي ما حضرتك قلت. تمام ممكن نعرضه. مساء الخير يا جماعه، اللي كان اقول لك عاوزين يشوفوا الميه، انه انا ما لحقش اقفل له قسما بالله، ما لحقش في الحنفيه واحده لان دي على اخرها والخط يفرقع على طول، ده على خيرها ايه؟ بسم الله ما شاء الله، والثانية بسم الله ما شاء الله. احنا كده جزء مواسير 6 بوصة، البير بيطلع جزء مواسير 6 بوصة ولسه بتاعر برضه بتطلع نسبة رمل فيه، بسم الله ما شاء الله. الماء عاملة ايه يا حاج محمد؟ الحمد لله. نسبة الماء عاملة ايه؟ الماء حلوة ولا وحشة؟ ها؟ الماء ضعيفة ولا شديدة؟ جديدة ما شاء الله. انت بينك وبين في البير، انت جنب البير ولا فخر الأرض؟ لا ده احنا كده تقريبا في نص المسافة.
لا مش فنوس، ما عادش الا الحاج حمد وخلاص، شكرا على كده. احنا في اخر البيت. خط بحاله بسم الله ما شاء الله، قوه الميه عشان الجماعه الحاج عماد كان لا عاوز تنفذ نفسك تشوفها في ماسوره واحده، قد ماسوره واحده مليانه على خيرها مش قادره، والماسوره الثانيه شغاله. يلا ما شاء الله. استاذ علي انا برضو شفنا الفيديو، احنا بنحاول الفقره دي بنقدم كل الايجابيات الخاصه بمشروع القريه. دلوقتي احنا شفنا برضو فيديو الميه، تعليق حضرتك ايه عليه برضو قبل ما يحضروا فيديو الارض نفسها؟ بنقول الجماعه اتكلموا، بيقول لك ما فيش، لا احنا جبنا المهندس وجبنا البريمه اللي شغاله والبير اللي بير اعماق وشغال معمول صح طبعا، وحتى المكان اللي احنا عاملينه البير ده احنا كنا عاملينه بجوار القريه السكنيه بحيث اما الناس تيجي تبني نعرف ناخد منه خط 4 بوصه للناس تعرف تعرف تستخدمها مثلا الغسيل او الطبيعي او الكلام من دي في الوقت اللي الناس ما بتروش فيه. فالبير ده انا حطيته جنب السكن بالظبط، دي سبب ان انا البير حطيته جنب السكن بالظبط عشان برضو نحل مشكله المياه، مياه الشرب. يعني احنا اتكلمنا على الكهرباء بالنسبه للقريه، كنا هنعملها طاقه شمسيه متجدده، نعملها دي حلينا مشكله المياه بحيث ان انا في المرحله الاولانيه دي ما اقدرش افحر بير النهارده ب 5 مليون للميه الشرب، بالعكس انا اخد بنتي يشغلني مثلا ال 50 بيت او اول بيوت اللي هتتعمل وقتي بخط 4 بوصه يقدروا يشغلوا الاستهلاك بتاعهم. وفرت عليهم حاجات كثيره، وفرت عليهم فواتير كهرباء وفواتير ميه واقل التكلفه، يعني اكتر ما يكلف لك خط 4 بوصه بس من البير وشغالين على ما بعد في المراحل اللي بعد كده مثلا المشروع في 50% منه. نشوف فيديو الارض بس علشان الوقت فقرتنا زي ما حضرتك عارف نطلع بس نشوف فيديو الارض ونرجع تاني ان شاء الله. اللي هي البير العماق 750، طاقه شمسيه 125 كيلو، مواسير خط مواسير 5000 متر 8 بوصه بمحابسهم، هم حاجه بسم الله ما شاء الله، يعني شغالين شغل عالي. تصليح الارض ليزر، بنسلم لك ليزر واخد مالك مهاد. فوق ده كله كمان بنديك كمان ميزه، بنديك قطعه سكنيه زي اللي احنا بنينا هناك ديت، بنديك قطعه سكنيه مجانيه حسب المساحه اللي انت هتاخدها. طيب ده لو احنا انت عاوز احنا نقدم لك الخدمات. طيب انت مش عاوز، بتقول يا عم انا لا انتوا هعمل لنا الخدمات، بقول لك لو في مجموعه تعالوا اشتركوا، تعالوا خدوا لكم بير، تعالوا خدوا لكم بيرين، تعالوا خدوا لكم 4 اختبيار. المشروع مش مشروع الجميع، مش مشروع شركه الدالي بس، لا ده مشروع الجميع. تعال اخد لك بير، تعال اخد لك بيرين، وتعال شارك النجاح واقف جنب بلدك. انا مش هكون عمري ما هكون اساهم او شركه الدالي تساهم في فشل جمهوريه مصر العربيه ابدا، احنا نشارك في النجاح بلدنا حتى لو الامم. تمام، احنا دلوقتي شفنا الفيديو الارض نفسها. طب انت لو الموضوع كان موجود دلوقتي كنت هتعمل ايه دلوقتي الايام اللي احنا فيها دي؟ بكمل طبعا، كنت بكمل المنشآت اللي اتزالت، كنت بكمل المنشآت، بكمل حفر ابار، بكمل مشروع على قدم الوثائق برضه، كنت على الخطه اللي طبعا بكمل تنفيذ الخطه. نبني مثلا مدارس كابتدائي واعدادي كمرحله اولى، ونطلب الدوله نقول عاوزين مدرسين، مش عاوزين اكتر من كده، بس هنبني مدارس بالجهود بتاعتنا يعني على قد الامكانيات، على قد الامكانيات. ولكن ما بنطالبش الدوله، لان القرى الكفاح نفسها اتبنت على 20 سنه والكلام، القرى ديت قبلنا اتبنت على 20 سنه هناك الامتدادات بتاعت بقى لها 15 سنه ما اتسلمتش علشان البنيه التحتيه. لا احنا بنقول احنا مش عاوزين احنا نعمل البنيه التحتيه بتاعتنا، ولذلك انا اي عقبات عامل لها دراسه وعامل لها في المشروع، يعني اي عقبات توقفنا انا اي مشروع طبعا بيبقى طبعا عقبات وعقبات وبيبقى معمول لها في دراسه الجدوى ان هي للاستصلاح بتاعها او ان احنا نعملها بطريقه كويسه. تمام، يعني ايه تمام. يعني المشروع نشوف الفيديو اللي بعده. طيب انا بس الفيديو يعني عايز اعرف بس الفقره بتاعتك بس علشان نغطي كل حاجه. تمام، نطلع نشوف الفيديو ونرجع لحضراتكم تاني. غير كده الارض والخضره والنبات دي عاوز جهود وسواعد مصريه، مش عاوز دولار. احنا مش عاوز دولار، ده عاوز ميه من عند ربنا، وارض خير من عند الفلاح البسيط اللي هو عايز محامش نفسه هناك في اسكندان وربع فدان، يجي هنا يشوف الدنيا فيها ايه، خدت بالك؟ وعايزين بوت
والدوله تساعدنا برضو، المسؤولين يقفوا جنبنا بجوارنا برضو، يعني ايديهم بايدينا برضو، ان احنا بنعمر الصحراء، والرسول صلى الله عليه وسلم قال من اعمر ارض ميته فله اجرها. ربنا يبارك فيكم، ومجرد ان انتم تفكروا دينا، معلش ادينا احنا شويه دول. طيب بعد دلوقتي يا استاذ علي شفنا الفيديو، بس كان صوته برضو مش واضح يعني. هو خلاص يا فندم نشوف الفيديو اللي بعده. نشوف الفيديو اللي بعده. طيب كان في فيديو الاعداد ممكن يحضره بس عشان الوقت، الاستاذ علي كان عايز يعرضه لحد ما يحضروه. طيب في صور لزراعات النخيل ممكن نشوفها. تمام. فيديو فيه الصور بتاعت زراعات النخيل. تمام. نشوف. دي نموذج من الزراعات، تحميل 2 في 1 بسم الله ما شاء الله. النخيل هي صفوف وتحتها الزراعات اللي هي التقليديه، مزروع تحتها حاليا فول صويا، فده نموذج اللي احنا كنا عاوزين نحققه ان شاء الله عندنا في مشروع قريه الدالي. بسم الله ما شاء الله، النخل طرح حواته بسم الله ما شاء الله من سنين. فالنموذج ده شفناه على الطبيعه، وان شاء الله كنا عاوزين نحققه في مشروع قريه الدالي واحد بسم الله ما شاء الله نخيل، ونحمل عليها، ممكن احمل عليها محاصيل تقليديه زي ديت، فول صويا، زراعات اي زراعات، او نحملها مثلا مانجا، او ممكن نشجر على مانجا او كده بسم الله ما شاء الله. احنا قلنا هذه نموذجيه ان تبقى. يا استاذ علي شفنا النموذج ده طبعا ما كانش على ارض الواقع، بس ده اللي كان هناخد زيه وهنعمل زيه، دي اللي هناخده وهنعمل النموذج اللي هيتعمل على حذاء، صح كده؟ تمام. دي اللي عملنا عليه دراسه وقدمناه، ان احنا النخيل، مبادره الريس للنخيل لزراعه النخيل في الفرافره. أيوة. فدي النموذج اللي عملناه. الناس بتزرع في الفرافره مثلا النخيل، وتستنى 5 سنين 3 سنين لخمس سنين على ما يزرع، على ما النخيل ينتج. طبعا انا النهارده انا صلحت الارض وصرفت عليها قد كده مثلا جاهزة للزراعة، وارجع احط فيها نخيل، واقعد اصرف عليه كمان 3 4 سنين كتير على كمستثمر او كمنتج للزراعات. بالعكس احنا قلنا ننزل النخيل، شفنا الصورة ديت وقلنا، ودي اللي هننفذه ان شاء الله في قرية الدالي واحد، ان احنا نزرع النخيل يبقى ونستفاد بالارضية، نعمل فيها زراعات تقليدية او تشجير كمان. يعني النخيل ده انا جبت النموذج دي لان بالطريقة ديت نقدر نزرع عليه محاصيل استراتيجية، ونقدر نحمل عليه زي المانجا، نحمل عليه زراعات تانية. والنموذج طبعا كان اكتر يعني من انا جبت لكم على مش دلوقتي معانا صورة، بس عشان الوقت معانا صورة نعرضها وحضرتك نشوف تعليق حضرتك عليها ايه. نطلع نشوفها، يلا بينا. المحطة ديت، المحطة ديت دي محطة طاقة شمسية، بعتها لي الباشمهندس الدكتور محمد سالم، هندسة ماشينز سويسرا، متنفذة اللي هي محطة طاقة شمسية دي، إن شاء الله ناوي ننفذها. ده المهندس ده قائم على المشروع؟ لا، ده مهندس صديق لنا ومتابعنا وهو في سويسرا، إشراف يعني. فبسم الله ما شاء الله بعت لنا نحقق إن احنا الأيام الجاية أو السنين المقبلة الاتجاه للطاقة المتجددة زي العربات بالكهرباء والكلام من ده، إن شاء الله ناويين نعمل محطة طاقة شمسية بالكهرباء، يبقى منه موقف ومنه العربيات تتمون وتشتغل. وكنا كنت عرضت الفكرة دي وللأسف اترفضت يعني، عشان الوقت مش هتكلم فيه. لو ليك نصيب بإذن الله ربنا يعمل لك اللي في الصالح وأكتر بإذن الله. عاوزين نشغل البلد بأقل تكلفة وأكتر إنتاج. أيوه يعني ده اللي ناويينه في مشروع الدالي، وعاوزين يظهر للنور، وحتى القرار اللي صاحبه طبعا هو لو ليه مصلحه للقريه نفسها وللبلد ان شاء الله يعني هيظهر ان شاء الله، وحبينا نوضح الصوره. مش هتبقى قريه واحده، تبقى 1 2 و3 ان شاء الله، مش على الدالي. انا الدالي ده فرد من الشعب، وبقدم نموذج بعد اذنك. ممكن حضرتك بس انا بس لا معلش الوقت والله. فيديو ابو خالد المباني، راجل مقدم رساله للاحفاد. وقت الوقت الفقره بتاعتنا انتهى. بنشكر استاذ علي عطيه موسى الدالي، مدير شركه الدالي إصلاح الأراضي الزراعية والتنمية الزراعية والتسويق الزراعي. أعزائي المشاهدين نطلع فاصل ونرجع تاني مع الأستاذ طه محمود، الشاعر الموهبة العظيمة اللي طالعة المستقبل إن شاء الله. فاصل. أعزائي المشاهدين أهلا بكم مرة تانية من الفقرة التانية من برنامجكم مصر في 60 دقيقة. معانا الفقرة التانية الأستاذ طه محمود، موهبة جميلة في إلقاء وكتابة الشعر. أهلا بك يا أستاذ طه. أهلا وسهلا. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. أهلا بك وأهلا بأهالي اسكندرية كلهم. الله يخليك يا رب. الحمد لله. في البداية كده عرفنا بنفسك.
طه محمود من اسكندرية، 32 سنة. بدأت الكتابة في 2005. تمام. كتابة في 2005. الإلقاء بقى ولا الإلقاء من قبلها؟ لا، الإلقاء يمكن من فترة قصيرة، يمكن من سنتين كده. بدأت كده على السوشيال ميديا بتاعه بدعم الناس وكده ما كانش زمان بقى في الطابور والكلام ده، ما كنتش بتلقى شعر مناسبات بقى وكلام من ده. يعني بس بدأت بالكتابة الأول. بدأت بالكتابة الأول، كان ممكن أبقى قاعد ورقة وقلم ووقت. إمتى بقى؟ إمتى وفين اللي بيجي لك الإلهام في كتابة وإلقاء الشعر؟ هو دايما كده، ممكن بعد الساعة 2 بالليل. بالليل؟ بالليل. وأوقات معينة بقى تبقى مبسوط فيها قوي، تبقى زعلان؟ على حسب المود يعني. لو حزين ممكن أكتب حاجة حزين. تمام. طيب ممكن نسمع حاجة؟ طيب في حاجة كتبتها كان اسمها إعدام. إعدام؟ هنبدأها بقى الإعدام، اتفضل. بتقول: ألم احتار من كتر الدموع، يكتب وداع ولا رجوع، يكتب نسينا وباع ليالينا ولا خلاص نطفي الشموع. انت فاكرة لما كنا في يوم سوا، لما قلتي انت روحي انت النور والهوى، لما كنت بتتعبي مش كنت انا ليك الدواء، ولما كنت تفرحي كنت احس ان قلبي ارتوى. اصلك مش بس كنت حبيبتي، ده انت كنت عندي كل شيء، كان معاكي قلب طاير وفي حبك زي الغريق، يا ما قلت هكون معاك مهما كان طول الطريق، ولو في يوم فكرت تبعد يبقى انا هموت بالبطيء. مش ده كلامك؟ مش دي قصصك واوهامك؟ مش ده كل اللي انت قلتيه؟ طب فين قلبي وفين حبي اللي ضيعتيه؟ حاجة بسيطة. دي كده تأليفك؟ دي كده أول حاجة عملتها؟ دي كانت أول حاجة عملتها. أول حاجة اكتشفت إزاي أصلاً إن أنت عندك موهبة الكتابة دي؟ والله أنا يعني 2005 ما كنتش صغير يعني، كنت لا كنت كبير. اكتشفت إزاي؟ هي موضوع الوحدة بصراحة يعني. هو إيه الوحدة دي؟ ممكن تخليك تكتب يعني. أنا كنت دايما وحيد، حتى إخوات وصبيان وكده الحمد لله مفيش، فكنت دايما بقعد وقت كبير لوحدي. يعني انت ولد وحيد؟ ولد وحيد، معلكش على اخواتي البنات ربنا يبارك فيهم. ربنا يبارك فيهم، الله يخليك يا بنات. بس فانت لما بتبقى وحيد كده هي جت كده يعني الموضوع الواحد. طب ازاي طورت نفسك ونميت نفسك؟ والله كنت بشتغل على نفسي يعني. كان ممكن في اي وقت كده لو نايم ممكن يعني جيت انام مثلا وجات لي اي حاجه ممكن اقوم اكتب. تمام. ورق، دفاتر، اجندات كتير يعني. يعني انت بتمسك الشعر لوحده او الابيات لوحدها بالزبط. وتبدا فيها وتخلصها؟ أنا ممكن اخد البدايه وبعد كده كل حاجه تيجي، ولا كله مقتطفات بقى؟ لا، انا ممكن اخد البدايه يعني. لو في مود حزين، لو عن حاجه عن الفراق، لو حاجه عن الاب، عن الام، عن حد مثلا متوفي كده يعني. باخد البدايه وبعد كده كل حاجه بتيجي لوحدها معايا. اصعب حاجه البدايه ولا نهايات الكتابات؟ لا، النهايه. البدايه انا ممكن مثلا اقول استاذه نرمين عبد الرسول، مذيعه جميله بنت اصول، فهكمل على كده. فدي البدايه بتبقى سهله. البدايه لكن بتبقى سهلة. النهايه بقى ان انت تقفل حاجه دي بتبقى صعبه. طيب اكتر حاجه لمستك ايه يعني؟ اكتر حاجه بتلمسك في الحاجات اللي انت كتبتها عنوان ايه؟ يعني كتابه معينه او ابيات معينه او شعر معين؟ ممكن مثلا حاجة عن الفراق مثلا. سمعنا. طيب من ده حاسة ان كله كده هو اعدام؟ لا، احنا ممكن نقول حاجة رومانسي شوية. طب ممكن نقول حاجة يعني رومانسي، نغير شوية بس شوية عشان يعني في حاجة بتقول يعني تفاؤل يعني، تفاؤلوا بالخير. اكيد طبعا. لا هو بتقول: عينيكي سحر زي بحر ملوش حدود، عينيكي دار فيها القرار والوجود، عينيكي جنة بتمنى فيها الخلود، عينيكي دنيا شفت فيها الحياة بلون الورود، ملكت العقل والوجدان وسكنت القلب من جوه، وخدت فيه كل مكان وبالعافية وبالقوة، وقلب المطفي صبح بستان وشرب من حنان قلبك بقاله كيان. يا ملك العقل والوجدان سحرتيني ملكتيني، تسيبني الروح ولا انك تسيبيني. جميلة. بس انا حاسة ان كل حاجة بتبقى قصيرة، ولا انت عشان الوقت؟ لا، عشان الوقت. لكن هي بتبقى عامة الحاجة بتاعتك كبيرة يعني. اكتر يعني أنا في اكتر شعر مثلا عملته كام بيت؟ في حاجة كانت عن الفراق، عن الموت يعني. الموت؟ كانت عن الموت. وفي حاجة كنت كتبتها بتقول: إنسان في وسط التوهان. سمعها لنا. طيب إنسان في وسط التوهان بيقابل يا موشوش، البارد واللي بشوش، اللي وقف جنبه واللي طلع فشوش،
ناس في الفرح معاه وناس في الحزن مجوش، وناس تعيش وياه وياريتهم معشوش، وناس ثانية كتير وناس تحب الخير، وناس زي الطير وناس ما بيرحموش، وناس الطيبة فيهم كلمة حلوة ترضيهم، وناس ننساهم وهم ما بينسوش، وناس تصون العشرة وناس ما يتعشروش، وناس بتظلم عادي، وناس منظر على الفاضي، وناس بتبقى متهمة وتعيش عليك دور القاضي. بس كده بالظبط. تمام. طبعا الشعر بيبقى ليه انواع كتير. طبعا انت اكتر شعر هو العامي، بتحبه ايه؟ العامي. العامي اللي هو بتتاثر بيه. بالظبط، اللي هو العامي. اه ومين بقى من الشعراء اللي انت انا كنت بتنمي يعني موهبتك من كتر سماعه؟ الابنودي، هشام الجخ، الناس دي. الابنودي وهشام الجخ. بس كده هم دول اللي انت بتهتم بيهم. طب ممكن تسمعنا يعني حاجه لحد فيهم، ولا انت بس بتقول حاجه؟ لا انا بسمع لهم بس مش بتقولش حاجه ليهم. اه طيب تسمعنا ايه بقى ليك انت؟ ممكن اسمعك حاجه عن الام. ماشي. او اسمعك حاجه بتقول مالك، يعني هي بتبقى نصيحه لاي بنت. ماليش والله الحمد لله. اتفضل. مالك شايله ليه الهم فوق راسك؟ مش هو ده اللي قلت عليه ان هو اهلك وناسك؟ مش لما تعبت شويه هو اول واحد داسك؟ مالك مش قلت مش عاوزه غيره ومفيش غيره بابو عيالك؟ انخدعتي واتدفعتي، اخترت بقلبك، طب يا ريتك نفعتي. اوقات كتير قلوبنا بتتخم، اوقات كتير تفكير العقل بيبقى اهم، لما يكون الكلام معسول ويطلع في النهايه السم، لما تترسم لك حياه وحقيقتها تبقى غم. الكلام سهل، الكل عنده كلام يتقال، بس مش كل راجل يصون ويكون بتاع افعال. والحسبه سهله وبسيطه، اختاري صح، اختاري صح، وما تعيشيش العمر كله ساذجه وعبيطه. طبعا لازم الواحد ما يعيش العمر كله ساذجه وعبيطه، لازم الواحد يختار بعقله. بالظبط، يعني العقل 70% والقلب خليه 30%. بالظبط. طيب عايز تسمعنا ايه تاني؟ خلينا بقى نشوف انت طلع كل اللي انت عايز تقوله. طيب في حاجه بتقول يا مخاد التراب احباب. اه ده عن الموت. اه يا مخاد التراب احباب. يا مخاد التراب احباب، والموت واحد مع اختلاف الاسباب، وانا ليا حبيب تحت التراب كان بين ايديا وفي لحظه غاب، بعده كسرني وشعري شاب، وكبرت يجي 100 سنه وانا لسه قدامكم شباب. اللي مشي من غير مودع يا ريته مره تاني يرجع، اللي سابني بدون سلام وحشتني ووحشني بينا الكلام، كنا نقعد نتكلم كان يفهمني من عينيا، كان اكتر حد يخاف عليا، كان يقول لي ماليش غيرك وكنت اقول له انت اللي ليا، كان قلبه صافي وفي حضنه كان كل الدفى، طب ازاي اصدق اني مش هشوفه وانه في لحظه اختفى. كنت ابكي ومن كتر البكا انام ما اقدرش اقوم، واصحى اقلب في الصور وفي ريحه الهدوم. لحظة ان الكلمات جميله، ربنا يخليك. والله الكلمات يعني جميله ورائعه وبتمس اللي بيسمعها، بس خليك. شويه بقى الالقاء عايز نشتغل على نفسنا شويه. اكيد. بس هو بيوصل، بس هو بقى عشان لسه اول مره. لا بس هو بيوصل. لا جميل، انت حضرتك مشرفنا بجد والله. ربنا يخليك يا فندم. كنت انت بتقول في قصيده عن الام. بالظبط. ممكن تسمعها لنا؟ بتقول هتكلم عنك اقول ايه ياما، ده انت الخير والبركه واللمه، أمي دي مهما تكون، أمي دي هي الكون، أمي ثم بعد أمي أي حاجة تهون، ده أنا لو هتكلم قد عمري أفضل ليها مديون، أمي لو تضحك يبقى يومي زي الفل، أمي شمس كل يوم عليا تطل، والله ياما لو تزعلي الأيام تشبعني ذل، ياما كنت بتتعبي عشان تراضي يا أم الكل، عيش لك أنا خدام وعيش قطيع أمرك، ياللي تعبتي معانا وخدنا من عمرك، أشيلك جوا قلبي وأشيلك فوق راسي تاج، ده انا لو اتوه ولا اتعب انت المراسي، وانت يا ام العلاج، ام الراحه والمأوى، بوجودها والله بستقوى، ومهما قابل من اوجاع بدعاها برجع اكون اقوى. ربنا يبارك في كل امهاتنا ويرحم الامهات المتوفيه واللي كل فاقدين امهاتهم يا رب العالمين. كل واحد شاعر انا عارفه كانهم بيجي لهم الالهام في اماكن معينه. بالظبط. في مكان انت معين بتحب ان هو تستمتع بيه او بيحسسك ان انت بتبقى ايه صافي الذهن يعني. الزرع. قدام البحر ممكن. حلو. بس الزرع يعني الزرع اكتر. اسكندريه بقى. اسكندريه بقت زحمه دلوقتي ودوشه، اكيد مش تبقى مركز. مصيف. لكن هو الزرع والبحر. تمام. ايه تاني طيب حابب؟ اكتر قصيده انت بتحبها؟
انت كتبت قد ايه؟ طيب نقدر نقول انت كتبت كام قصيده مثلا؟ انا كاتب كتير، ممكن يعني افريج مثلا من الى ممكن مثلا 10 او 15 في الحدود دي. كويس. بس مش كله بقى موجود يعني. يعني من 2015 لحد دلوقتي كده؟ لا ما هو في حاجات ياما، ما انا يعني فاهمه في حاجات كتير بس يعني ايه صغيره اللي بشتغل. اللي هو التركيز بقى اللي هو الحاجه اللي هي طلعت كلها كويسه ممكن تطلع للنور حوالي 10 او 15. وانا ما كنتش عارف برضو ايه اللي هيعجب الناس وايه اللي هيعجب الجمهور، فانا ايه بقى هي اكتر حاجة, حاجه بتوصل للناس الحاجه البسيطه. اكيد ما عشان كده انا يعني نزلت ما زودتش يعني خدت حاجات بسيطة. حاجات بسيطة. طيب أكتر حاجة أو أجمل قصيدة أنت كتبتها بالنسبة لك إيه كويسة أوي؟ طبعا كل حاجة أنت كتبتها كل حاجة ليها ذكرى معينة، ليها أكيد. كلام معين، ليها موقف معين، بس أكتر حاجة لما بسألك دلوقتي أكتر حاجة على بالك إيه أو أول حاجة على بالك إيه؟ اللي هي العوض، يعني مثلا التفاؤل اللي عدى. طب الحمد حاجة لله. طب ورينا حاجة العوض والتفاؤل. لازم تعرف إن ربك عوضه جميل، وبكرة تقابل حد أصيل، حد يقدر معنى النعمة ويسند روحك لو هتميل، حد يكون جنبك ومعاك، حد جميل، مش حد في وقت الشدة يسيبك ولا يشمت فيك وتملي يعيبك، لا ويعيش لك دور الطيب ويعمل فيها إنه حبيبك، طيب ما يغور وتغور أيامه ومواويله بكذبه وغشه وتمثيله، والله ما يلزمنا في حاجة وكمان هنصلي وندعي له، والحمد لله والحمد لله على عوض الله إنك يا رب خدت إيدينا، والله لو كنا كملنا معاه كان زمانه خلص علينا، ربنا عوضنا بناس ثانية وبقينا بالنسبة لهم دنيا يختاروا الموت ولا إن في يوم نبعد عنهم لو ثانية، ربنا بيعوض كل قلوب وكل شخص بات مغلوب عن ناس والله ما تستاهل بتطلع في الورد عيوب، عن ناس قدمنا الخير ليهم زرعوا لنا الشوك بإيديهم، ربنا عوضنا بناس تقدر تستحمل علشان حروب، ربنا جميل بيغير الأحوال بيبدل المكتوب، فانسى اللي فات وفكر في احلامك وما تبصش وراك ده الطريق قدامك، اي حزن يغور وبلاش تعيش مكسور، ده مهما الدنيا تغيم هتلاقي شعاع للنور. بيكون اول حاجه اسمعها منك فيها امل يعني وتفاؤل، ربنا يعوضنا خير يا رب عن كل حاجه عدت علينا. اكتر قصيده انت تعبت فيها او بدات فيها وحسيت ان انت يعني خدت منك وقت طويل قوي انك تخلصها، تعبتك يعني قصيده تعبتك؟ اللي هي بتاعت اعدام دي، بس انا ما رضيتش بقى اكملها عشان ما نبتديش الحلقه. انت بدات باعدام، هي دي اعدام اكتر حاجه تعبتك. هو انت ينفع تبدا في حاجه وما تخلصهاش وتبدا في حاجه تانية، ولا ما بتبداش في حاجه تانية الا لما تخلص الاولانيه؟ ممكن ممكن يعني اكتب لحد معين وبعد كده ممكن اسيب القصيده دي وممكن اكمل فيها تاني في حاجه في موضوع تاني او موقف تاني، فما مش عايزه تطير من دماغي فبكمل، تفتح كذا باب كده وبعد كده تقفله. بالظبط. تمام. حابب تهدي ايه والمين على الهواء؟ اكتر حد ساعدك؟ مبدئيا انا بشكر كل الناس واولهم حضرتك والبرنامج الجميل اللي احنا موجودين فيه بجد، والله حضرتك مشرفني والله، وكل الناس اللي دعمت حتى على السوشيال ميديا. وبالنسبه طبعا انت ليك اسمك على البلاتفورمز اللي هو الفيسبوك اليوتيوب صح كده؟ بالظبط. انا لما بدات انزل حاجه بقى في دعم يعني من الناس. فليك متابعين وليك ناس بتتابعك على البلاتفورمز. بالظبط. تمام. مين تاني؟ اهل بيتك بقى؟ طبعا الأسرة. الاهل الاب والام ربنا يديهم الصحه. اللهم امين. ربنا يبارك لك فيهم. وزوجتي اخواتي كل الناس المحترمه اللي وقفت جنبي ووقفت في ظهري. تمام. تحب تسمعنا ايه طيب تاني؟ ممكن نتكلم بقى في حاجه عن العمر كده. بتقول العمر بيجري والسنين بتفوت، اصرخ واتالم وماليش صوت، ادور على اللي يسمع الاقي قلوب بتخدع، خلاص يا قلبي ارجع ده الضمير بيموت، ناس عشت ليهم وخفت كتير عليهم، وفي النهاية يا صاحبي جرحوك بإيديهم، واللي أقرب مليك باعك وداس عليك، تروح لمين بعد الحبايب ومين في النار يواسيك، القلب بقى موجوع وزادت الدموع، ويا ريت دلوقتي ينفع حتى الرجوع، ده زماننا بقى كله منافع، ما تلاقيش حد جنبك ولا حد في الحزن نافع، زمن العذاب والآلام والجراح، زمن الحب الجميل خلاص عدى وراح، اللي يحب يودع حبيبه واللي بيظلم انسان بيسيبه، اللي يحبنا بنبعده واللي بيقلبنا بنسعده، دايما احنا مخدوعين وبنجرح احبابنا واحنا مش عارفين، ده زماننا زمن جراح دقنا فيه كاس الانين، وضاعت كل الافراح واحنا عايشين ميتين. مش عايزه بجد احنا
هندفن بعد بلاش ده خلينا كده. من وجهه نظرك الشعر ممكن انت تعلمه لحد ولا هي بتبقى موهبه يعني تكتسب ولا موهبه من عند ربنا؟ لا دي موهبه من عند ربنا. يعني لو حد جه مثلا قال لك دلوقتي انا عايز اتعلم الشعر او كتابه الشعر او قول الالقاء ممكن يتعلم صح؟ ممكن الالقاء ممكن بس لكن الكتابه تقريبا لا. الكلمات وكده ده بيبقى نابع من جوه البني ادم من الوجدان نفسه بتبقى موهبه في الشخص نفسه. طيب عايزين منك قصيده تهديها لحد على الهوا وعايز تذكر اسمه ماشي مش عايز تذكر ما تذكرش. قصيده اهديها لحد على الهوا. على الهوا لو ما فيش هو فيه في ماشي في حد كده بس حزينه برضه ماشي حزينه طيب. ليه ينفع تقول لي اسمه طب حزينه ليه يعني بلاش نقول ليه اتفضل ماشي. عن كل ثانيه وكل لحظه وكل يوم عن ذكرى غالية وقلبي دايب من الهموم عن شخص عايش لكن للأسف مقسوم عن قلب صابر حتى لو كان مظلوم تحياتي تحية للي كان سبب في قوتي من بعد دموعي للي ساب جرحه في قلبي وبين ضلوعي للي نورت حياته هو بكل أسوأ طف شموعي تحية مني الناس شالت عني الهم وناس قلوبها حجارة مليانة كره وسم وناس في ظهرك تضرب والاسم لحم ودم تحية للي حزني عنده كان أكبر عيد واللي في وجعي كان ساكت واقف بعيد تحية مني لصاحب أول ما شافني بغرق قرب ومد الإيد تحية للي باعك وساف قلبك جرح تحية لكل واحد صاني العيش والملح مش كل حاجة عشناها خلتنا نتألم ده كل حاجة حصلت منها نتعلم ده تحية لكل واحد ضايقك علشان توصل المرحلة اللي انت فيها في كتابة الشعر الحمد لله طبعا كتابة الشعر أو أي علم لا ينتهي اكيد طبعا مفيش حاجه انت طبعا بس. اكيد مش واصل مش واصل للاحتراف لا ما نقدرش نقول كده طبعا انا لسه في البدايه والحمد لله على البدايه تمام لا لو بدايه بدايه جميله ومشرفه بجد لسه في البدايه وشرف ليا ان انا ابقى موجود مع حضرتك الله ده شرف ليا بجد بجد يا استاذ طه شرف ليا ايه اللي انت ممكن او ايه خطتك الفتره اللي جايه هتعمل ايه علشان تشتغل على نفسك في الكتابه او الالقاء الالقاء خلاص احنا اتفقنا ان احنا نشتغل على نفسنا بجد في الالقاء ده اساسي يعني بس لسه عشان الرهبه وكده لسه اول مره فممكن يكون عشان خاطر كده تمام انما احنا يعني انا هبدا انمي من نفسي في الكتاب ناوي تعمل ايه بقى هشتغل على نفسي يعني على قد ما اقدر حضرتك عندك شغل تاني غير أكيد فطبعا مش متفرغ لا خالص فده ممكن يكون برضو بيعطلك شويه لكن الالقاء فيه يعني والشغل والحياة طبعا اكيد هو ايه لما ببقى مع نفسي بكتب ممكن تروح مكان مثلا يدربك على الالقاء ناوي تعمل كده ولا انت مع نفسك برضو هو الالقاء هيجي لوحده يعني القاء هيجي لوحده ان شاء الله واحده واحده يعني البدايه مع حضرتك الاول مشرفه وتديني دفعه الله يخليك انت تشرف اي مكان تروح ربنا يخليك الله يخليك طيب حابب تقول ايه تاني طيب ما يعني من القصائد اللي احنا ما قلناهاش انت حابب تقولها ايه في حاجه عن الاب وفي حاجه بتقول سلام لكل واحد قال سلام سلام ماشي نقول سلام لكل واحد قال سلام سلام لكل واحد قال سلام انتوا اصلا بتوع كلام والله الدنيا بتعلم واحنا كنا ناقصين علام عشان عرفناكم وشلناكم وكنا معاكم اخر تمام طيب سلام ومليون سلام الهي ما نشوفكم تاني ولا حتى صدفه في المنام عشنا معاكم بنيه سليمه كبرناكم وبقالكم قيمه بعد ما كنتم صغيرين بس انتوا معذورين عارفين ليه عشان في ناس مهما تنضفها بتحب برضو تعيش في الطين الناس اللي ضايقونا الناس اللي ضايقونا مع الف سلامه طيب وعشان الوقت قرب ينتهي ممكن برضو نقول الـ القصيده الخاصه بالاب هنقول حاجه صغيره للاب لا براحتك يعني اتفضل ابويا نجاة في وسط الضيق ابويا طريق يشيل عني هموم وهموم يمد ايديه لايدي اقوم ابويا حياه وانا جنبه ما اقولش يدوم حسك يا ابويا موجود يا شايل همي وانا مولود يا حب كبير وماله حدود يا نبع حنان علينا يسود اقول له كفايه سيبني اشيل اوفي في حقك اي جميل ده حتى يا ابويا وانت كبير شايل عني شايل همي يا حضن امان يطمني ابويا جمل ابويا في وجع الايام هو الامل ده انا لو عينيا تبكي الدموع تنزل من عينيه
لو أبوك موجود قوم بسرعة بوس إيدي. ربنا يبارك في والدك يا رب، وأكيد هو ليك سند كبير في حياتك. أكيد طبعا. وربنا يخلي كل الأباء ويرحم كل الأباء يا رب العالمين. أمين يا رب العالمين. للأسف وقت فقرتنا انتهى يا أستاذ طه، وحضرتك بجد شرفتني، وأتمنى لك كل الخير والتوفيق بجد. لو حضرتك موهبة دي بداية، يبقى إن شاء الله هنشوفك مع أكبر الشعراء، وكل الدعم ليك من برنامجنا هنا مصر في 60 دقيقة. شرف لي والله. ونلتقي إن شاء الله المرة الجاية بإذن الله لما تكون كده شاعر كبير وتكرم معاهم إن شاء الله. ربنا يخليك يا رب. أعزائي المشاهدين، وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة. نلقاكم على خير إن شاء الله الأسبوع اللي جاي في نفس الميعاد، موضوع جديد وحلقة جديدة يوم السبت الساعة 8. دمتم في رعاية الله وحفظه، مع تحياتي نرمين عبد الرسول.